يلتحق بنا هاتفيا المحلل الاقتصادي والمستشار في حوكمة الشركات الدكتور عامر الحسيني. مرحبا بك دكتور عامر. الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، ما فرص استثمار هذه الهيئة على المستوى الاقتصادي لهذه الدول، وما المطلوب منها مستقبلا خاصة أن هذا هو الاجتماع الأول لها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أشكركم على التواصل. حقيقة المبادرة هذه تعتبر يعني مبادرة أتت في توقيت مناسب جدا. اقتصاديات دول الخليج يعني من اقتصاديات المنتعشة اقتصاديا واقتصاديات قائمة ومؤثرة حولنا في المنطقة. فكرة الاتحاد والتكتل الخليجي هي فكرة نشأت مع مجلس التعاون الخليجي. نحتاج فعليا ان نفعل هذا الاتحاد وهذا التكتل حتى يصبح مؤثر اقتصاديا. فكرة انشاء الهيئة او التوجه لانشاء هذه الهيئة بالتأكيد سيزيد من قدرة دول الخليج في مواجهة التقلبات الاقتصادية من حولنا. سيدعم تواجد هذه الدول وتوحيد التوجهات فيما بينها حتى تصبح فعلا من القوى الاقتصادية المؤثرة في المنطقة، يعني على مستوى التنمية المحلية وعلى مستوى التنمية المحيطة في محيطنا القريب منا. نعم نعم، أنت أشرت في إجابتك إلى الاتحاد الخليجي، ولسنوات كانت الدعوات تتصاعد للانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي. هل برأيك ربما نشهد بداية لهذا الاتحاد الخليجي وإن من باب الاقتصاد؟ صحيح. طبعا احنا شاهدنا كثيرا في الفترة الماضية، يعني فكرة الاتحاد الخليجي، فكرة السوق المشترك، فكرة العملة الموحدة، لكن كان دائما ما يشوب هذه الأفكار يعني بعض التأخير في التنفيذ، تواجه بعض البيروقراطية أو تواجه بعض المعوقات اللي كانت تحتاج إلى قرار سيادي أو قرار من على مستوى القادة. فكرة الهيئة الآن وتفويض الصلاحية لأعضاء مجلس الهيئة برئاسة سمو ولي العهد وممثلي دول مجلس التعاون سيعطي حافز كبير لهذا الاتحاد مستقبلا، وسيساعد في حل أي معضلة ستنشأ في الوقت المنظور. نعم، ولي العهد أكد أن أمام دول الخليج فرصة تاريخية لتصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح كما قال. السؤال هو كيف يمكن مراقبة أداء هذه الدول واستثمار للوصول لقوة اقتصادية عالمية، ومعرفة ما إذا كانت تسير فعلا في الطريق الصحيح أم لا، والتغلب على ما ذكرته أنت من التأخير والبيروقراطية في الأداء؟ صحيح. طبعا مجرد الاتحاد ومجرد حل المشكلات التي قد تنشأ في الفترة القادمة وتوحيد الجهود في اتجاه واحد، هذا سيساعد وسيساهم في أن يعني نحدث التغيير ونحدث الفعالية المطلوبة. قياس الأداء سهل جدا أن يقاس، عندك مؤشرات عامة وعندك مؤشرات خاصة ممكن يقاس منها الأداء، لكن أهم حاجة أنه فعلا يكون في عندنا إدارة أو جهاز قادر على اتخاذ القرارات التي تمثل قادة مجلس التعاون وتلبي طموح ورغبات مواطني مجلس دول التعاون. نعم، شكرا لك الدكتور عامر الحسيني المحلل الاقتصادي والمستشار في حوكمة الشركات، شكرا جزيلا لك.